النساء تهيمن على حفل جوائز الجراميز 2024. إنجاز تاريخي حققته تايلور سويفت ليلة أمس بحفل توزيع جوائز الجراميز 2024 بلوس أنجلوس بحضور أهم نجوم العالم، ففازت بجائزة Best Pop Vocal Album وجائزة Album of the Year للمرة الرابعة بفضل ألبومها الأخير Midnights. لتصير النجمة الأكثر فوزاً بهالفئة حتى أنها تقدمت على بول سايمون وفرانك سيناترا وستيفي وندر اللي ربحوا هالجائزة 3 مرات. وأعلنت كمان خلال كلمتها عن صدور ألبومها الجديد والمنتظر ب 19 أبريل. بس المفاجأة كانت إنه سيلين ديون قدمت لها الجائزة بنفسها بهالسربرايز أبيرنس اللي كان بمثابة هايلايت الحفل، فهالشي كان غير متوقع بسبب الستيف بيرسون سيندروم اللي بتعاني منه وقرب موعد إطلاق الفيلم الوثائقي اللي بتحكي فيه عن معاناتها مع هالمرض بهدف التوعية منه. والأكيد كلكم شفتوا ردة فعل مايلي سايرس بفوزها بجائزة الـ Record of the Year و Best Pop Solo Performance عن أغنية Flowers، فالفرحة ما كانت ساعتها لأنه هذه أول جائزة جرامي بتفوز فيها بمسيرتها. وهالبرفورمنس ولع الأجواء بالمسرح، وأوبرا وينفري كانت من أكثر المتفاعلين، ومن الواضح كان هالعام هيمنة النساء على الجوائز فهن كانوا معظم الوينرز. ففئة Song of the Year كانت من نصيب بيلي آيليش عن أغنية فيلم باربي الرئيسية What Was I Made For، وقدمتها على المسرح مع فينياس. وقدرت فيكتوريا موني كمان هالليلة انها تحصل على جائزتين البست نيو ارتست وبست ار ام بي ألبوم كمان عن ألبوم جاكوار 2. أما سيزا فحصلت على 3، جائزة Best Progressive R&B Album عن SOS و Best R&B Song عن Snooze و Best Pop Duo عن Ghost in the Machine. وBoy Genius كمان فازوا بجائزة الجرامي الأولى هالليلة، ومش بس بوحدة إنما 3 كمان، كمان Killer Mike. بس فرحته ما كملت وتم اعتقاله فورا بعد تسليمه الـ3 جوائز بتهمة الاعتداء البسيط بعد حدوث اشتباك جسدي خلف الكواليس، ولكن رجع تم الإفراج عنه بعد ساعات من التحقيق معه. ولحظات كثير ما رح ننساها بدورة الـ 2024، فإلى جانب هاليونيك بيرفورمنس اللي قدموها النجوم على المسرح كان في فاني مومنت، وهي لحظة وصول ميريل ستريب متأخرة للحفل ووقوفها على المسرح إلى جانب ابن زوجها مارك رونسون. بس بلو آيفي كانت نجمة المسرح فقدرت أنها تخطف الأنظار خلال وقوفها إلى جانب والدها جايزي على المسرح، والجمهور ما صدق أنه اللي أمامنا هي هذه الطفلة، والبعض علق على الشبه بينها وبين والدتها بيونسي. ومن اللقطات المميزة بهالليلة كمان هي اللقطات العفوية والصداقة اللي جمعت تايلور سويفت بدانا دالري.